مرض؟ طبعا. في ايه؟ مالك يا ملكة؟ تمثال اصلي واحد مكسور والتاني مش موجود. انت بتقولي ايه؟ انت هتفضل مندهش لي كده كتير؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيحصل من ورايا؟ انا ما بتغفلش يا انتيك. انت اللي بتغفلي؟ ده انا اللي بتغفل. انا ما عادش فاهم حاجه. فين الشغل السليم بالشغل المضروب؟ اضربه قلمين يمكن ينطق. كفايه بقى، كفايه تنبيض. وفهميني، فهميني يا العمود. ده المسخوط المطبوخ، والاتنين الاصلي، واحد متدغدغ والتاني اختفى. مطبوخ؟ مطبوخ؟ ايوه، في الشنك. ايه، ما تصحصح معايا. اللي دخل هنا مش غريب، محدش يقدر يدخل هنا. المكان ده ما يعرفوش غير ثلاثة، أنا وبحر وأنتي. أنا؟ فتشني والنبي. لا أنت مفتشني في إيه؟ بقى أنت عايز تفهمني إنك ما أنتش عارف إيه اللي بيحصل في مكانك؟ اللي دخل عارف مكان كويس. دخل ونقل، خد التمثالين الأصليين، خد واحد والتاني اتكسر في ايده، اتكسر في ايده او اتكسر في ايديها. انت بتقولي ايه؟ بتتكلمي على مين؟ فكر يا ابو المفهوميه كلها. مين اللي حطك في دماغها؟ مين اللي مليانه غل وعمرها ما هتسامحك؟ مين اللي جواها سم يكفي الدنيا كلها؟ دي حتى كانت عماله تقول لي انا والبنات ان فارس خلاص مات، وقع من على الحصان والدغدغ، بقى تاريخ يترسم على الحيطان. انت بتخرفت ليه؟ انا بخرف؟ عندك البنات بقى اسالهم. شاهين ده؟ شاهين ده لو قلت كده هقتلها وهشرب من دمها. هو انت قتلت حد قبل كده؟ انت بتقول ايه يا ورد؟ بقول اني ماشيه. محدش هيمشي من هنا، محدش هيمشي قبل ما الشغل ده كله يخلص، كله يخلص. وان كان عن شاهين ده ما تقلقيش، شاهين ده اكبر من كده بكتير، بكتير يا ورد. مستهون بالنسوان؟ ده انت طيب. انا ماليش في الليله دي، وحاسه ان خلاص بقينا في خطر. مش هقدر اقعد هنا، وبحاول اساعدك وانت مش مديني اي فرصه. لا يا ورد، لا يا ورد، ما تسيبنيش. انا احميك من اي حاجه، اي خطر يجي جنبك انا اكل اي حد عشان خاطرك يا ورد. ما تخافيش، تعالي معايا، تعالي معايا وانا اوريكي شاهين ده، واوريكي مهام شاهين ده، هقررها قدامك. تعالي معايا. ده ايه اللي حصل لك؟ مخك باظ ولا ايه؟ هو اللي هيعمل عامله زي دي هيقعد هنا يستناك؟ هيستناني؟ محدش هنا يعرف يخرج حتى لو الواد طايت لغفه. وان كان على شاهين ده، تعالي ورايا وانت هتشوفي بنفسك هيحصل لها ايه. شاهين ده، دي خدت كل حاجه، خدت كل حاجه، خدت كل حاجه، كل حاجه في الاوضه خدتها. اهدى يا فارس. اهدى يعني ايه؟ بحر، بحر، كنت فين؟ كنت فين والبنت خدت كل حاجه ومشيت؟ شاهين ده بتلبسنا على الطرح. انت يا عويط، كنت فين الطيبه؟ انت هتمسك في بحر ليه؟ الراجل كان متعور عشان عايز يفديني. فاهم يعني ايه يفديني؟ وبعدين انا اديت له مضاد حيوي يهد جبل وفوقيه منوم. ما بتفكريش فيا انا؟ انا كنت قاعد نفسي عشان خاطرك. منعتيني ليه؟ وبعدين منوم ايه اللي بتاخده؟ من انت بتاخد منوم يا بحر؟ من انت بتاخد منوم يا جبلاوي؟ ما مش فاهم انا، ما عشان كده بدي اتخرب. لا، عشان يقدر يقوم ويقف على رجله. انت عايزه يعمل ايه يعني وهو متعور؟ ده انت هايل، ده انت جبت لك محاميه كمان، ومش اي محاميه، دي ورد المحاميه بتاعتك. من انت بتاخد منوم؟
انت يا بني ادم. برشام اللي اديتهولي صفيته عمياني. ده مش البرشام، ده شوك الورد، الورد اللي ماسك في جتتي. والله انت طيب قوي يا بحر، لولا مولانا انت ما كنتش شفتني تاني. بيبي انا اللي بعت مولانا، انا اللي بعت بحر. مين اللي بعتك؟ معلومه برنس، مفيش كلام بعد كلامك. انت اللي دبرته وخططت. المهم يا بحر ما تخليش الموضوع ده يوترك، عايز اعرف البنت راحت فين، مين اللي دس عليا. الموضوع سهل، هو ده اللي تفكر فيه بس. بس ايه ده؟ المفاتيح دي ايه؟ المفتاح ده شبه بتاع المعرض، التاني بقى بتاعه ايه؟ المفاتيح في رقبتي. اي نايم عندها حق، ده مفتاح المعرض وده مفتاح ال وده مفتاح المضيفة. أنا آخد المفاتيح دي أجربها علشان يتأكدوا يا أخو. لو المفتاح ده بتاع المعرض زي ما بحر بيقول، يبقى جابت المفتاحين التانيين منين؟ معرفش معرفش، المفاتيح دي مش جايش في جيبي، دايما عينها في المضيفة. يبقى انت اتقلبت يا ابو النباهة كلها. لو اتقلبت يبقى بسببك. انا عمري ما سبت مطرح لحد غريب، انت اللي موجودة في المكان. هترجع له في اسرع وقت ممكن، ممكن من النهارده حتى تبات فيه. وانت تروح فين؟ البوليس بيدور عليك في كل حته، صورتك موجوده في كل كمين، ده غير فلاديمير والمافيا الروسي. هتروحي فين يا بيبي؟ بيدوروا عليا ليه؟ بأمارة ايه؟ مين اللي طبخ التماثيل؟ مين اللي عمل خطه جهنميه مع فلاديمير؟ حتى لو هربتي مني هيجيبوكي من تحت سابع ارض، وساعتها اتمنى الموت الف مره. يعني لو قعدت هيلاقوني، ولو خرجت هيموتوني. كده كده موته مش فارقه. مش أي موتة، هيقطعوا رجليكي وإيديكي ويسيبوكي صاحية، وبعدين يولعوا فيكي ببنزين ويقعدوا يضحكوا عشان يخليكي عبرة لمن لا يعتبر. هيولعوا فيك أنت، دي شرطك. مش هيسمعوكي ولا يرحموكي. ممكن تسكتي؟ ممكن تسكتي؟ عايزة أفكر شوية. سكت. يعني ايه؟ وانت معايا حق؟ شاهين ده اللي بتني؟ بحر روح قرر البنات، شافوها اخر مره امتى؟ كانوا بتقول لهم ايه؟ عايز اعرف كل حاجه، كل حاجه يا بحر، كل حاجه. اسمع وانا هحصلك. اسمع. حصل حصل.
تعملي ايه يا ورد؟ ماشي. تسيبيني؟ هو ده وعدك ليا؟ هي دي الجدعانه؟ تسيبيني وانا مسجون؟ ها عملت ايه؟ من غير ما تقول سمعهم على وجوههم. البنات ما شافوهاش من امبارح، محدش يعرف عنها حاجه. سكت تليفونها، غلطت ولخبطت في الكلام. الكلام اتقال يا برنس. يبقى اكيد شاهين عند فلاديمير. اكيد قالت له ان مفيش وسخيط واللي احنا بنشتغله وبنعمله عجينه، بنعمله تماثيل مضروبه. يا نهار اسود، ده زمانهم جايين وهيقتلونا. بطلي عبط، فلاديمير مش عبيط. فلاديمير بيزنس مان وبيزنس مان شاطر كمان. هيفضل طمعان لاخر لحظه، لاخر لحظه ان كلامها غلط. برنس بيتكلم صح. الخواجه مشهبل. أكيد هيحسبها كويس، دي فيها دم كتير. معلومة هيجي لنا هنا زيارة علشان يتأكد إن الكلام صح. ربنا يسامحها بقى. ربنا ياخدها. شاهين ده بعتنا يا بحر. بعتنا. بعتك أنت يا فارس. بحر، أنت لازم تخرجني من هنا. بطلي فابيانا بقى. شاهين ده لو بعتنا هتدفع التمن والتمن غالي كمان. وبعدين إيه بحر طلعني من هنا؟ بحر طلعني من هنا. بحر ده ما بيطلعش غير لما انا بعبره، والتكة واحدة بس. غير كده هو اطرش واعمى. ولا انت ما كنتش عايشة معانا يا بيبي؟ لا كنت عايشة معاكم، عايشة الوهم كله. خطر نخرج بره على امانة دلوقتي. لازم نحسبها صح. احنا معانا وقت. اللي هيخش شيطانه هيبقى جاني على نفسه. يبقى اكيد فلاديمير هيجي لنا الليلة دي. وإذا ما لقاش الحبوبة بتاعته هيلبسها لك أنت، مع إن هي أصلاً عنده. ويلبس لنا وش المجنون بقى ويفضل يدور وفي الآخر ما يلاقيهاش. مش هيلاقيها، ولا هيلاقي المساخيط، ولا هيلاقي الدهب، مش هيلاقي أي حاجة يا بحر. وبكده يبقى حبكها بجد إنها مش عنده، وتلاقيها يقوم مطلعها على أوكرانيا. أصل البنات قالوا لي إن هو كان جايب لها عقد على هناك. أنا محدش يشتغلني. لا هو ولا هي هيسافروا على أوكرانيا. أنا برضو كنت بقول المكالمة بتاعت امبارح دي كانت غريبة. كانت غريبة قوي. بحر. أمر يا برنس.
تقب وتغطس وتجيب لي خبر عن شاهين ده. حسن يلا. لما كلمك كان عايز ايه؟ فلاديمير كان صوته غريب، مش فلاديمير اللي انا عارفه. كان عايز يلعب بارتيست قمار، اجلته لبكره بالعافيه. بس زي ما بقول لك كان صوته غريب، زي ما يكون كان عايز يداري حاجه. كان دايما بيسال على شاهين ده، شاهين ده، شاهين ده. بس كده؟ ما قالكش حاجه تانية؟ حاجه زي ايه؟ We must play together. Me, you, Nawara, شاهين ده. I didn't say Nawara. You said Nawara. في ايه؟ بتفكر في ايه؟ ولا حاجة. ما قاليش غير الكلام اللي قلتهولك. بتسألي في ايه؟ بسأل عادي، يمكن نوصل لحاجة. ده فلاديمير. رد عليه، لازم ترد عليه، يمكن يقولك حاجة احنا عايزين نعرفها. ايه دي؟ ايه دي؟ محتاجة افكر، دماغي واقفة. لو شم ان في غدر او دم هنضيع كلنا. ايوه يا مستر فلاديمير، وانا ما اوريش غيرك ولا ايه؟ شاهين ده موجوده، هتبقى في شرف استقبالك النهارده. لما هتيجي بالليل هوريك الشغل كله. ما تنساش الكاشات زي ما اتفقنا على الترابيزه. هشوفك بالليل. بيأكد على برتدة الليلة وعلى شاهين ده وعليكي. عايزنا نلعب احنا الأربعة مع بعض. من واضح اللي انت عجبتيه. أنا مش هقعد القعدة دي. هتقعدي وهتشوفي بعينك فارس لما بيقول إن هو يحميك هيعرف ولا لأ. هتعمل إيه؟ هروحه مبسوط، مبسوط قوي. فلاديمير ده مين؟ أنا اللي خدت منه كل حاجة بيحبها. أنا اللي بسرق الكحل من العين لحد ما أحب. بقلب عصفور عبيط أنا، غاوي بهجة، غاوي غنى. أنزل هنا بس ما يهبرني فخ. هجيب لك الدنيا كلها تحت رجليك يا ورد. وأنا، وما أدراك ما أنا. أنا ما خدتش منك حاجة يا ورد، ما خدتش منك حاجة خالص. قصتك غريبة، ساعات ببص في عينيك واصدقك. ضروري صدقيني يا ورد، ضروري. احنا في مركب واحد، ما تثقيش غير فيا. انا وبس. الحاقا لما ابلغ عنه في واقعه غياب اسيا سليم شهدي وطفلها سليم راجي سراج الدين، قد اسفرت تحريات عن الاتي: أن زوجها المدعو راجي حسن سراج الدين هو مرتكب الواقعة، حيث تبين لنا وجود خلاف بينهما ووقوع مشاجرة في الليلة السابقة لغيابها بساعات معدودة، ضبط سلاح أبيض في حديقة منزل المتهم عليه آثار دماء، كما تم تحريز أمبول طبي عثر عليه في ملابس المتهم. تبين من الطب الشرعي أن به مادة الريكرونيوم التي تقوم بشل عضلات الجسم عند الحقن والتسبب في الوفاة عند الحقن بمقادير كبيرة، كما تم العثور على بقعة دماء كبيرة في حجرة الضحية عند موقع نومها من الفراش. تبين أيضا من الطب الشرعي أنها تحمل الحامض النووي للضحية، كما قامت ابنتهما الصغرى بالإدلاء بشهادة تفيد رؤيتها للمتهم والضحية
سويا في سيارة المتهم وانطلاقهما بها قبل 6 ساعات من قيام المتهم بعمل البلاغ الأول باختفاء زوجته آسيا شهدي. صباح الخير. صباح النور. أنا آسف لو كنت جيت في وقت مش مناسب. دكتور راجي موجود؟ موجود. آه اتفضل. أشكرك. لقيتوها؟ قول لي إنك هنا عشان لقيتوها. قريب إن شاء الله يا مدني. ربنا يطمن قلبك عليها. بس أنا في الحقيقة جاي عشان الدكتور راجي. هي يا سيادة النقيب جاي برضه بصفة وضية زي الضابط سيف؟ لا يا دكتور. المرة دي أنا جاي لك بصفة رسمية جدا. معايا إذن من النيابة بالقبض عليك. بالقبض عليا أنا؟ آه. تقبضوا عليه ليه؟ هو عمل إيه؟ يعني إيه صفة رسمية؟ إيه علاقة راجي بالموضوع؟ علاقته إن هو مطلوب في تحقيق رسمي. 10 دقايق هغير هدومي واجي معاك. اتفضل. نطلب نحن من وكيل النائب العام لنيابات الفيوم الإذن للسيد عازر مينا معاون مباحث اسم الفيوم لتنفيذ ذلك الإذن بضبط وإحضار المدعو راجي حسن سراج الدين. يا دكتور راجي، أنت متهم بقتل زوجتك. أنت أكيد بتهزر. الكلام اللي أنت بتقوله ده مش حقيقي. طب بص على وشوشنا كده يا دكتور. وشوش ناس بتهزر؟ ما بنهزرش. لا صدق يا دكتور، انت هتلبس مشكلة أكبر مما كنت تتخيل. انت متهم بجريمة قتل، ما سبق الإصرار والترصد، عارف معناه إيه؟ إعدام. وصحيح احنا ما لقيناش الجثة لحد دلوقتي، بس كل الأدلة بتؤكد إن أنت اللي ورا اختفاء أو قتلها. فما بنهزرش يا دكتور. كل الفيديوهات اللي عندكم بتثبت إن آسيا كانت في العربية. وقدام مكنت الاي تي ام. وفي ال3 فيديوهات كان في واحد باين جدا اللي هو اللي خاطفها، وانت اللي فرجتني على الفيديوهات دي لو انت فاكر. فبدل ما تلبسوها لنا روحوا دوروا عليها وشوفوا الراجل ده مين. ما تعلقوش فشلكوا عليا. انتوا مش لاقيين حد تلزقوها له جايين تلبسوها لنا؟ انتوا حتى ما لقيتوش الجثه. خلصت كل الكلام اللي عندك؟ ابروق بقى واسمعني يا دكتور. الفيديوهات اللي بتتكلم عليها دي مش دليل على اي حاجه خالص. كواليتي الصورة زفت، مفيش أي تفاصيل عن أي ملامح من أي نوع، وبالتالي مفيش أي حد يقدر يثبت إن الست اللي في الكاميرا دي تبقى مراتك. بس أنا قلت لك قبل كده إن الست اللي في الكاميرا دي تبقى مراتي. أنت يا عربية دي تبقى عربيتي. أنت الوحيد اللي أكدت على كده. مراتها وصاحبتها؟ لا. وأنا هضحك عليك ليه؟ أنا اللي ببطل الأسئلة هنا، وأنا بدي لك فرصة أخيرة إنك تحكي لي كل اللي حصل، عشان الشواهد كلها بتشرك يا دكتور. احكي لي. جايز عايز اساعدك. على فكره هي القضيه دي ممكن تتسوغ لضرب افضل موت. عادي جدا غصب عنك. بدل ما تبقى قتل مع سبق الاصرار والترصد. صحيح مفيش جثه لحد دلوقتي. لكن في سلاح جريمه عليه دمك ودم اسيا. السلاح ده بتاعك. عليه بصماتك. والدي ان ايه بتاعك وبتاعها. الخنجر يا دكتور فاكره؟ اللي لما جينا لك نهار ما اختفت لقيناه في الجنينه وانت اعترفت انه بتاعك. ده غير انه في شهود كمان شهدوا ان اتخانقت معاها يوم اختفت. وبعت الدم اللي على المرتبه الناحيه اللي هي بتنام عليها مراتك اللي انت حاولت تمسحها وما قدرتش تمسحها فقلبت المرتبه عشان ما حدش يشوفها. احنا لقينا ناحيتك فارغ طلقه 9 مللي. هو نفس عيار مسدسك اللي انت بتدعي انه كان في عربيتك. الاوضه اتنضفت كويس بكلوريكس. ودي ماده بتمحي اثار الدم تماما. رغم ان احنا نبهنا عليك كويس جدا انك ما تنضفش الاوضه. ان محدش يدخلها اصلا. عايز ادله كمان ولا استكفيت؟ طب تحب افاجئك يا دكتور؟ بنتك الصغيره لسوء حظك يا اخي صحيت في نص الليل عشان تشرب. شافتك وانت سايق العربية وجنبك آسيا وكانت دايخة. وحكيت لك ولا أنا غلطان؟ وأنت قلت لها إيه؟ ما تتكلمش مع حد، ما تقولش حاجة لحد، صح؟ أنا بس مستغرب إزاي الدم جه إزاي على الخنجر؟ آسيا عمرها ما مسكت الخنجر ده في حياتها،
ما بتحبوش اصلا. ودمك اللي عليه يا دكتور. انا حكي لك قبل كده اني وانا بنظف الخنجر جرحني. ودي مش اول مره تعوف في ايدي بالخنجر. بشكل عام اي حد بيتعامل في خناجر الصيد او في الاسلحه البيضاء بيتعور من راجل للتاني. ده بيحصل. هل معنى كده بقى ان بقى انا مشتبه فيه؟ متهم مش مشتبه فيه. فرق كبير يا دكتور يا محترم. انت كدبت علينا في انكم اتخانقتوا قبل اختفائها بليله. ايوه احنا اتخانقنا عند خليل بس كانت خناقه عاديه ما فيهاش اي حاجه. هي اتعصبت عليا فانا اتعصبت بس بعد كده يعني كنا تمام وعادي وروحنا حتى مع بعض. وخبيت علينا ليه؟ عشان ما بحبش حد يتدخل ما بيني وما بين مراتي. دي خصوصيات بتاعتي انا وبس. او ما كنتش عايز حد يعرف ان انتوا اتخانقتوا. يمكن لانك شفتها مع بير مثلا. بير ده اللي مجرد اسمه يجيب لك ارتكاريا. عمرك ما قدرت تنسى انه كان مصاحبها قبليك وانها حبيته جدا وما حبيتش قبله ولا بعده. بقول لك ايه؟ انت تحقق معايا اه لكن ما اسمحلكش انك تتكلم عني انا ومراتي بالشكل ده ابدا. انا بتكلم عن ضحيه وقاتل ودافع يا دكتور مش بعايرك. فهمني؟ وصله لك؟ وظهر بيير طبعا وغيرت ولما شفت واقف معاه اتجننت. وانت كنت شارف وهي منونه فرحت جاي واخدها على جنب قلت لها كام كلمه سخيفه فاتخانقت وهي دمها حامي فقالت لك كلام حست نفسها وان انا غلطان. يمكن اعترفت لك بحاجه عن بيير اللي عامل لك عقده طول عمرك. انت اتجننت طلعت فوق واستنيتها وانتوا على السرير الدنيا ولعت تاني وصلت لقمه غضبك فضربتها بالنار لكن لحسن الحظ ما ماتتش. بعد ما ضربتها بالنار نقلتها في العربيه ولا ايه؟ ممكن دقيقه واحده بس. دقيقتين عم انت ناسي لما بتعصب او بتتنرفز بتنزف من مناخيرها. انا قمت من النوم الصبح لقيت بقع على المرتبه حاولت انضفها ما اتنضفتش قلبتها عشان المنظر وهو ده اللي حصل. بس الرصاصة الرصاصة دي خرجت مني بالغلط. أنا كنت هناك ومحدش كان معايا خالص حتى خرجت مني في الحيطة. لو رحت دورت دلوقتي هتلاقيها في الحيطة. أنا داريتها بمعجون بس عشان آسيا تتضايق مني إن أنا معايا سلاح في البيت وعندنا أطفال. ما كنتش عايز أتخانق معاها. جميل أنت جدا على فكرة عندك إجابة لكل حاجة. طب وبنتك؟ ما شافتش حاجة؟ كانت بتحلم؟ بتمشي وهي نايمة؟ لما قالت لك أنت خفت؟ خفت؟ لأنها لو حكت لحد الناس ممكن تشك فيك، فقلت لها حبيبتي ما تقوليش لحد أبوك. مظبوط. تمام؟ تحب بقى تسمع بقية القصة يا دكتور؟ قصة إيه؟ بعد ما ضربتها بالنار ونقلتها في العربية أقول لك. جيت أنت بقى يا سيدي رحت عامل إيه؟ رحت واخد تليفونها وسايب تليفونك في البيت، ورحت جاي سايق مسافة بعيدة أوي. عشان تخرج من الليله دي، ازاي تخرج منها؟ ان التليفونين يبقوا على ابراج محمول مختلفه. واستنيت شويه ورحت جاي عامل تليفون من تليفونها ليك. مسكول يعني. طبعا هي قاعده جنبك متخدره. فجت لك فكره حلوه قوي. رحت مسجل نفسها وبعته من تليفونها لتليفونك فويس ميل. حصل ده ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش. وعايز اقول لك ان خيالك واسع قوي. اشجيني وسمعني. اولا اسيا كان تليفونها معاها. التليفون اللي كان في البيت ده كان بتاع سليم وعرفت انه موجود بالصدفه لما كلمتها على تليفونها ما ردتش. جربت اتكلم على تليفون سليم لقيته بيرن جنبي. كل الادله بتثبت ان انت اللي قتلتها. الخنجر، التليفون، الرساله اللي انت مسجلها. ايه يا دكتور؟ بس ده ما حصلش. وقلت لكم كل الادله ان ده ما حصلش بس انتوا عايزين تلزقوها فيا وخلاص عشان انتوا فاشلين اصلا. واحنا عندنا كل الادله اللي حصل. طب والفيديوهات اللي انت فيها؟ انا مش في الفيديوهات خالص على فكره. خالص؟ لا يا حبيبي انا مش في الفيديوهات خالص. ماشي. تمام. اسمع. أنا عايزك تهدى خالص وتفكر بهدوء لأن أنت لابس قضية داخل بيها في الحيط. لا
هو دخل في الحيط. ده مش جامد في الحيط. لا بس ما نهداش قوي عشان عايزين نخلص. ها؟ بس عامة لو قلت لك أي حاجة مش هتصدقوني. ليه هنصدقك؟ بس أنت بقالك 10 ساعات مطلع ميتين أبونا. بس أنا قلت لك كل حاجة وأنت مش مصدقني. هعمل لك إيه؟ لازم أعيد لك كل حاجة من الأول وجديد. معقولة في إنسان طبيعي